ولنقاش آخر تطورات التظاهرات في الناصرية ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو لجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين علي عزيز. أهلا بكم سيدي. يا أهلا وسهلا. سيد علي، ظهرت الناصرية من جديد في مواجهة أخرى للقمع الحكومي للتظاهرات وسقط فيها شهيدين وعشرات الجرحى، كيف يمكن قراءة هذه التطورات الأخيرة في الناصرية؟ نعم، طبعا عدد الشهداء 3 شهداء لحد قبل دقائق من الآن، 3 شهداء عندنا بالناصرية. نعم، ارتفعت الحصيلة من 2 إلى 3. الجرحى كان 18، الآن عدد الجرحى 23 جريح. الآن المستشفيات الناصرية هي مليئة بالجرحى طبعا، لأنه ليست بالعملية السهلة. القاتل والجاني هي قوات الدولة، قوات حكومة مصطفى الكاظمي بما تسمى قوات حفظ القانون، يعني بحيث المسميات يمكن اليوم لكنه هم الآن مرتدين الزي الحكومي عملية إعدام ميداني بحق الشباب المتظاهر. يعني لو نشوف احنا مدينة الناصرية، هذا الكم الهائل اللي قدمته من الشباب ومن الجرحى ومن المعاقين، والله يمكن لكانت الآن مدينة الناصرية هي قبلة العراق. لذلك إعدام ميداني يتعرضون لها شباب الناصرية، الحصيلة الآن مرشحة لا يزالون يقاومون بالشوارع الشباب المتظاهرين، وقوات الحكومة لا تزال تستدعي تعزيزات لقمع المظاهرات على الرغم من إعطاء حالة أنه منع تجول في هذه المدينة، مدينة الناصرية. كان هنالك اليوم أيضا الكشف عن 3 محاولات اغتيال لناشطين في الناصرية، كيف يمكن أن يحدث ذلك في ظل كل الانتهاكات التي سجلت في هذه المدينة في وقت سابق؟ طبعا عمليات محاولات اغتيال الناشطين ما توقفت منذ أول يوم لانطلاق ثورة تشرين في الأول من تشرين الأول 2019، لم تتوقف ولا يوم، لكن قد يكون أحيانا الإعلام يغطيها أو أحيانا لا يتمكن من تغطيتها. وإحنا الآن كمتظاهرين، كثوار، كلجنة منظمة لمظاهرات ثورة تشرين، لا نزال إحنا طبعا هيكليتنا جديدة، بنيتنا جديدة، فما كنا نستطيع أن نغطي كل الأحداث. كل يوم يتعرض الناشطين أو المتظاهرين إلى محاولات للاغتيال، ومن لم يحظوا به هذه العصابات يذهبون إلى منزله ليفجروا منزله أو ليخطفوا أهله عائلته. كل يوم نتعرض. الناصرية كان لها حصة الأسد من هذه المحاولات، وهذا كل مما دفع الشباب إلى التظاهر. احنا دائما كنا نقول أنه ثورة تشرين هي الآن بركان تحت الرماد، لا تؤججوها، إذا أردتم أن تحقنوا الدماء ارحلوا بسلام، لكنهم لا يسمعون كلمة الشعب إطلاقا. الآن هم يعني باتوا على يقين بأنه أيامهم معدودة بالعراق الآن، فلذلك هم اليوم في صراع مع الزمن لقتل أكبر عدد ممكن من العراقيين. في ظل هذه الانتهاكات المسجلة سواء في بغداد أو الناصرية أو البصرة أو باقي المحافظات، إلى أي مدى تظن سيد علي أننا أمام موجة ثانية من الحراك الشعبي لثورة تشرين؟ أكيد، نعم أكيد، إحنا أمام الآن اللي هي نعتبرها إحنا صفحة الحسم، راح تكون هذا صفحة الحسم. لحد الآن إحنا بصدد الإعداد إلى موعد ثابت ومحدد لانطلاق الثورة من جديد. الآن الثورة إذا انطلقت من جديد إن شاء الله راح تكون أقوى من الثورة اللي انطلقت في 2019. عرفنا نقاط الضعف وعرفنا نقاط القوة، وتمكننا من كيفية راح تتم عمليات الرصد والمتابعة كذلك راح تكون من قبل، يعني قبل المرة الأولى كانوا يطاردونا ويرصدونا ويعني يستهدفون تحركات الشباب، لا الآن إحنا بالنسبة لنا راح ندافع عن نفسنا. بعد صار عندنا درس، عندنا المستشارين الخاصين، عندنا كل شيء الآن، يعني الآن إحنا مهيئين للقيام بهذه الثورة مرة أخرى، وسوف تكون حاسمة خلال بضعة أيام إن شاء الله. شكرا جزيلا لك عضو لجنة المنظمة لتظاهرة ثورة تشرين علي عزيز، حدثنا عبر الهاتف من بغداد.